انتكاسة جديدة في زمن الخيبات ولحظات عصيبة يمر بها الرجاء البيضاوي. الحال لم يعد سارا لعشاقه بعد خروج غير متوقع من دوري أبطال إفريقيا والابتعاد على المنافسة على لقب الدوري. هؤلاء المدربين الذين تعاقبوا في الإدارة التقنية للرجاء كلهم من مستوى معين واحد، أي من نوع الجيد جدا ومن المرتبة العالية جدا، ولكن شاءت الظروف أن لا يحالفهم النجاح في قيادتهم للفريق. ويرى متابعون أن تغيير الإدارة التقنية وتعويض البرتغالي بابن الدار فتح جمال لم يضع الأصبع على مكمن الداء، بيد أن انتدابات لأسماء واستغناء عن أخرى وازنة بدون منطق وتسيب لبعض اللاعبين تتسرب أخباره من حين لآخر، عوامل أضاع معها الرجاء عالميته ومحليته أيضا. تخليه عن أبرز اللاعبين الأساسيين الذين شكلوا القوة الضاربة للفريق مثل محسن ياجور أو عصام الراقي أو محسن متولي. اليوم وبعد خيبة جماهير منت النفس بإحياء أمجاد محلية وقارية، أمل وحيد متبق للرجويين في مواجهة النجم الساحلي التونسي في كأس الاتحاد الإفريقي ومقارعة طموح أندية مغمورة بكأس العرش المغربي، وهي مواعيد لربما تحدد مصير رؤوس قد حان قطافها.